لمعرفته المسبقة بالنتيجة العقيمة لجلسة الانتخاب، لم يغامر الرئيس نبيه بري بالخروج من عين التيني، وهو انطلق بحوار بالمفرق مع قيادات طاولة الحوار لصعوبة جمعهم. وخلال لقائه الوزير السابق غازي العريدي والنائب طلال إرسلان، شرح بري بأن الأولوية ما زالت لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما استحقاق الانتخابات النيابية بات داهما، ويجب الاتفاق على قانونها، وإلا فستكون على قانون الستين وهو لا يرفضه. الرئيس بري غاب عن ساحة النجم وغابت عن مكتبه اجتماعات التشاور على هامش الجلسة الانتخابية. حضر نواب كتلته مع فريق 14 أذار والوسطيين، ومبادرة العماد ميشيل عون تحولت هي الحدث هجوما ودفاعا. طرح اللي طرحه العماد عون ما له دخل بطرح انقاذي ولا له طرح بمبادرة، عم يطرحه بوقت هو بيعرف انه غير قابل للتنفيذ حاليا، بمعنى انه هذا طرح للهروب الى الامام وتأجيل انتخابات الرئاسة عدة اشهر، وهذا شيء مخيف. استهتار بموقع رئاسة الجمهورية الى هذا الحد لا يبشر بالخير باي طريقة من الطرق. فهذه القوى وعلى رأسها نواب التيار الوطني الحر وحلفائهم ابتدعوا عللا لا دستورية ولا عرفية. نحن الحل اللي عم نقدمه هو من أرقى الحلول وأعدلها، لأنه عم براعي بنفس الوقت الإرادة الوطنية والإرادة المسيحية. مش هيدا جوهر الخليف الأساسي بموضوع الشراكة؟ ليش عاملين مشكل شراكة بالبلد؟ كنتوا عم تتغنوا بأول ما بلشت ثورة أو الربيع العربي، الشعب يريد والشعب يريد. اليوم نحن اللي عم بيقوله جنرال هون كثير واضح، نحن معه، الشعب يريد انتخاب الرئيس. موعد الجلسة المقبلة رحل ثلاثة أسابيع، أي إلى 23 تموز، وفي هذا الوقت الجميع أمام الحائط المسدود، والجميع يحاول ملء الفراغ بالفراغ.